السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم وصفة خبز أكتر من رائعة. مش أي خبز، ده خبز غني ومليان بالعناصر الغذائية. هنعمل خبز بالدقيق الأسمر وبحب الرشاد وكمان بنكهة عطرية وهي الزعتر، يعني خبز بالطعم اللي انت تفضلي. تقدري طبعا تبدلي في النكهات والطعم هيكون أكتر من رائع. تعالي بينا جوه الفيديو علشان نعرف الطريقة والمقادير. هنقول بسم الله، واول حاجة هنبتدي بيها هي الدقيق. عندي هنا في البولة هضيف كوبايتين من دقيق الاسمر او دقيق الحبة الكاملة، تقدري طبعا تستبدليه بدقيق الشوفان هيكون اكتر من هايل. وعندي كمان كوبايتين من الدقيق الابيض العادي، مش حابة تضيفي دقيق ابيض عادي مفيش اي مشكلة، تقدري تستغني عنه وتعملي الخبز كله بالدقيق الاسمر او بالعكس بدقيق الشوفان. هضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية او الخميرة البلدي، هيكون اكتر من رائع طبعا لو متوفر او موجود، وكمان رشة صغيرة من الملح، مش هكتر ملح كتير لان احنا اتفقنا ان احنا بنعمل خبز صحي، وملح كتير يعني صوديوم اكتر. عندي كمان معلقة كبيرة من الزعتر زي ما انتم شايفين، الزعتر الفريش او الزعتر الناشف. عندي معلقتين كبار من حب الرشاد. خلطت المكونات كلها مع بعض بالشكل اللي انت شايفاه ده، وكده عندي خليط الدقيق جاهز. دلوقتي هعجن بالمية، هجهز مية تكون دافية ما تكونش مية باردة، وهبتدي اخلط وهعجن في الخبز بتاعنا. طبعا حب الرشاد كلنا عارفين او معظمنا يعرف فوائده، فوائده اكتر من رائعة، غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية اللي لا حصر لها، تحفة جدا جدا. وطبعا عارفين فوائد الزعتر، الزعتر فظيع جدا برضو. يعني مش وقته ان انا اشرح لكم فوائد الزعتر وفوائد حب الرشاد، اكيد طبعا انتم عارفين، بس عايز اقول لكم تقدري كمان تستبدلي الزعتر باي نكهة معطرة لو تحبي، وكمان تقدري تستبدلي حب الرشاد باي نوع من انواع البذور، بذور الشيا، السمسم، باي نوع من انواع البذور الصحية طبعا اللي تقدري تستفيدي منها انت واولادك من اي لقمة او اي خبز انت بتاكليه. سهل جدا تعملي في البيت خبز اكتر من رائع وبالطعم اللي تفضلي. زي ما انتم شايفين فضلت اعجن فيها بعد ما لمتها لحد ما العجينه بتاعتي اتلم وبقت بالشكل اللي انت شايفاه ده. مهم جدا ما تسيبهاش غير لما تلاقيها بقت ناعمه وطريه بالشكل ده. دلوقتي هبتدي اجيب بوله، ودهنت البوله زيت زيتون وضفت العجينه في قلب البوله بالشكل ده، وهسيبها دلوقتي في مكان دافي بعد ما اغطيها باي ستريتش او باي غطا او فوطه، وهسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر تماما وتوصل للحجم اللي انت شايفاه ده. ده كده شكلها بعد ما اختمرت. هفضي منها الهواء، وبعد كده هبتدي اقطعها طبعا بحجم الخبز اللي تفضليه. طبعا العجينه بتبقى تقيله شويه مش بتبقى خفيفه زي خبز الدقيق العادي، علشان الدقيق الاسمر اللي احنا حاطينه او دقيق الحبه الكامله. قطعت الخبز بالشكل اللي انت شايفاه ده، او قطعت العجينة بالحجم اللي تفضلي، كبير او صغير زي ما تفضلي، وهبتدي افرد في الخبز. طبعا انا هشتغل فيه على طول، مش هسيبه لما يخمر للمرة التانية. تقدري طبعا تستغني عن الخميرة لو مش متوفرة عندك او ما تفضليش مفيش اي مشكلة، ولكن الخميرة طبعا عارفين فوائدها، وكمان هتخلي العيش او هتخلي الخبز معايا طري وهش سنة الى حد ما. طبعا انا ببقى حريصة وانا بفرد العيش ان يكون في شكل دائري، ما يكونش شكله متلخبط، لان مهم جدا ان شكله يكون احلى او شكله يكون حلو. العجينة مرنة وسهلة جدا جدا جدا، مش هتتعبك ابدا في الفرد ولا في التشكيل. في المرحلة دي بكون مجهزة عندي قلاية على النار مسخناها كويس جدا، وهبتدي انزل برغيف العيش بالشكل اللي انت شايفاه ده على نار متوسطة، وبعد حوالي دقيقتين هبتدي اقلب الرغيف على الجنب التاني. طبعا هو مش هيتنفخ لان احنا حاطين فيه كمية بذور، كمية البذور دي مش هتسمح للعيش ان هو يتنفخ ويبقى مثلا زي العيش الشامي او اي نوع من انواع الخبز اللي بتتنفخ جدا. هو بس هيعمل بابلز على خفيف او بالشكل اللي انت شايفه ده.
اول ما ياخد اللون المناسب هبتدي اقلبه على الوش التاني، هتأكد ان هو استوى كويس جدا جدا، وبعد كده هرفعه من على النار وهيكون جاهز معي. الخطوات دي سهلة جدا، مش محتاجة منك اي تعقيد او مش محتاجة منك اي قلق. يعني عاوز اقولك انت ممكن في 10 دقايق وانت واقفة، باستثناء طبعا فترة الخمر بتاعت الخبز او فترة التخمير، بس في وقت قصير جدا وفترة ابسط من يعني قليلة جدا جدا، تقدري تعملي خبز اكتر من رائع وبالنكهات اللي تفضليها وبالطعم اللي يناسبك. زي ما انتوا شايفين شكله بيبتدي يتنفخ على خفيف جدا جدا او يعمل فقاقيع خفيفة جدا جدا. طبعا الخميرة هتساعد بشكل كبير جدا ان الخبز يكون هش معايا الى حد ما. خلاص كده انا خلصت الكمية اللي موجودة معايا، زي ما انتوا شايفين 4 كوبايات بس من الدقيق عملوا لي كمية محترمة جدا 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 من خبز صحي واكتر من رائع وغني ومليان بالالياف والعناصر الغذائية. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسينيش في الشير واللايك والسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، ودمتم امينين.